جمال عبد الرحيم هو المؤلف الأهم من وجهة نظري في الجيل الثالث، مش علشان هو أستاذي، لأنه هو المؤلف الوحيد اللي درس دراسة حقيقية في الجيل الثاني. درس على إيد جيسمر اللي هو تلميذ هندمت في فرايبورغ، وقعد 7 سنين. وجمال عبد الرحيم كان عنده حتة تصوف كده، لأنه هو كان جسديا، لازم أقول جسديا كان معاق بشكل أو بآخر، لكن هو كان رجل دقيق حاد الذكاء، يعني عنده حتة ثقافة عميقة ورفيعة ومخلص بشكل فظيع. وحتى يعني أنا أعرف منه هو شخصيا إن هو لما قعد 7 سنين بتاع في فرايبورغ دور ما نزلش مصر إطلاقا. لما رجع أنشأ قسم التأليف في الكونسرفاتوار. قسم التأليف ده كان هو السبب المباشر أو الوحيد، مش المباشر، لظهور بقى الجيل الثالث والرابع، إذا كان اسمه رابع دي برضو عليها خناقة يعني، لكن هو السبب في ظهور الجيل اللي تلا الجيل الثاني من المؤلفين. وهو من القليلين أو الوحيد اللي عنده تنوع حقيقي، وكتب في كل الفورمز بتاعت المزيكا فيما عدا الأوبرا.